السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لجميع. الكريديت سكور وما أدرك ما الكريديت سكور والكريديت كارد، شنو هو الكريديت سكور وعلاش هو مهم وكيفاش نخدموا على الكريديت سكور ويكون عندنا يعني واحد سكور مزيان، واش هو مهم ضروري يكون عندنا هنا في أمريكا ولا ماشي ضروري، يعني نقدروا نجيو عادي نفتحوا حساب ديالنا في البنكة وإحنا بخير وعلى خير بلا هاد الكريديت كارد بلا ما نبنيو هاد الكريديت سكور. فأسئلة يعني في محلها، ومزيان الإخوان كيطرحوا هاد الشيء باش لأن كيسمعوا هاد الشيء وكيشوفوا الإخوان راني خلص بالكريديت كارد، راني بنيت الكريديت سكور، ها شحال عندي في الكريديت سكور، واش جود واش إكسيلنت واش باد واش كذا كذا شيء. فكي كيسمعوا هاد الشيء فكيطرحوا أسئلة، فأسئلة في محلها نحاولوا هذا الإمكان نجاوبوا عليه، لأن صراحة موضوع زوين وتا الإخوان خاصة المهاجرين يعرفوا هاد الشيء هذا، وكتبقى الاختيار لكل واحد. فكما كيعرف الجميع هنايا سواء كنتي مواطن امريكي او مهاجر، ف شنو نقول لكم، نقدر نقول لكم راه 99.99% راه خدامين بهذا الكريديت كارد، لانه كاين شي حوايج انا غنقول لكم الحوايج فاش كيولي مهم وكيولي اجباري وكيولي ضروري هذا الكريديت سكور، وانتم غادي تفهموا راسكم. ف مثلا المهاجر جديد جا هنايا لامريكا، كاين بعض لي بنك اللي مثلا كتمشي تفتح معاهم الحساب كيعطيوك هما هاد الاوفر ديال واحد الكريديت كارد مثلا فيها واحد 400 ولا 500 دولار، فكتبقى تصرف بها وتخدم بها الى اخره في العام ديالك الاول كيكون بلا لي زانتيري. وبزاف ديال لي بنك يعني غير كدوز مثلا واحد كاين شي بعض المرات ما يقدروش يعطيوها لك في المره الاولى، يعني خصك تستنى حتى تضرب واحد 3 شهور ولا 5 شهور ولا 4 شهور ولا عاد حتى كتبدا تبان عندهم في السيستم بعدا غير بداك ديبيت كارد ديالك، عاد كتبقى تابلي على الكريديت كارد وكي ابروفيو لك من بعد، وما كيعطوكش شي واحد المبلغ كبير، يعني الاغلبيه 500 حتى 1000 دولار المره الاولى، يعني ما كيبغوش يزعموا معاك حتى كيعرفوك واش كتخلص مزيان هو هذاك بخير وعلى خير، عاد كيبقاو يزيدوك كل 6 شهور كيزيدوك مثلا 500 عاود ولا يزيدوك 1000 دولار الى اخره. فقلت مثلا المهاجر الجديد جا فتح الحساب ديالو في البنكه وعطاوه هذا الاوفر ديال واحد الكريديت كارد فيها 500 دولار، واسمعوني مزيان، هاد 500 دولار كيعطيوك فيها عام مثلا خصك تبقى تخلص بلا لي زانتيري بلا حتى شي حاجه، من بعد عاد غيزيدوك فيها مثلا واحد 500 دولار وحده اخرى. فمثلا انت هاد 500 بديتي كتصرف منها كتصرف صرفتي واحد 200 دولار، اسمعوني باش تفهموا، صرفتي بها هاد 200 دولار في ذاك العام ديالك الاول، اذا عندك جوج الحلول، يا اما مثلا وجدت لك الفلوس داك 200 دولار اللي صرفتي غتخلصها كامله وانت بخير وعلى خير، او لا غتخلص المينيموم ديالها، راه كيعطيوك المينيموم مثلا ديال 25 دولار ولا 30 دولار غتخلصها. ما كانش زعما ما بغيتيش تخلص كل شيء، وركزوا معايا، العام الاول راه بلا لي زانتيري، مثلا عطاوكم هذا الاوفر بلا لي زانتيري، راه الا خلصتي غير 30 دولار راه ما يتزاد عليك والو، فهمتوني دابا ما يتزاد عليك والو. عكس مثلا الا دوزتي عام صافي تسالى عام فو خلصتي غير المينيموم وانت راك صرفتي 200 دولار وخلصتي غير المينيموم ديال 30 دولار، فداك الباقي اللي بقى لك من 200 دولار اللي هو 170 دولار غيتزاد لك عليه لي زانتيري، فهمتوا دابا الاخوان. ولكن الحاجه اللي خصكم تنتبهوا ليها هو انك تخلص مهم في الوقت، سواء خلصتي داك المونطون كامل او لا خلصتي غير 30 دولار غير المينيموم، المهم خلصتي في الوقت باش كتسمى انك خلصتي في الوقت ما تعطلتيش، لان الا تعطلتي خرجتي على الكريديت سكور ديالك. كما مثلا في البلاد غير كتاخذ واحد القرض وعندك مثلا تاريخ فوق اش غادي تخلص الطريطه ديالك، خلصتي في ذاك الوقت راك مزيان، ما خلصتيش في ذاك الوقت كتسمى ام بي، يعني كان عندك الروتار كان عندك التاخير، وذاك الروتار كيتحسب لك في الرابور ديالك، هكاك حتى هنايا ذاك التاخير كيتحسب لك في السكور ديالك، كيولي عندك السكور ديك الساعه كما نقولوا خايب. اما الا بقيتي كتصرف وكتخلص في الوقت وكتصرف وكتخلص في الوقت وكتصرف وكتخلص في الوقت وانت غادي شهر شهرين 3 شهور عام عامين وانت غادي، هكا الكريديت سكور ديالك كيتبنى كيبقى يطلع، مثلا كيبدا مثلا 400 500 600 وانت طالع من 600 الفوق كيبقى يكون الكريديت زوين، 600 650 700 750 راك توصل 800 راك الطوب ديال الكريديت سكور، المهم من 600 الفوق كيكون الكريديت سكور زوين. بعد سميتو الشركات كما قلت لكم حتى كدوز واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور عاد كي ابريفو لك مثلا باش يعطيوك واحد الكريديت كارد فيها مثلا 500 او 1000 دولار، ولكن كاين شي بعض المرات العام الاول
ركزوا معايا مزيان. العام الاول كيعطيوه لكم بلا لي زانتيري وبلا يعني داك الفيز ديال تبقى تخلص في العام ولا في الاخر ما كاينينش. ولكن من بعد داك العام خصكم تما تنتبهوا شوفوا شحال ديال البورسونتاج كيحسبوا لكم، واش 30%، واش 29%، واش 24%، واش 25%. اذا تما خصكم تعرفوا البنكات اللي كيعطيو هذا الكريديت كارد بواحد البورسونتاج اللي هو طايح شي شويه. مفهوم لحد الان؟ مفهوم. دابا علاش هو مهم؟ علاش هو مهم هنايا في امريكا ولا حتى في اوروبا اللي كيخدموا به في دول اخرى؟ علاش هو مهم هنايا؟ فهنايا مهم يكون عندك كريديت سكور زوين. اول حاجه هو مثلا باغي تخرج تكري راسك. الا بغيتي تخرج تكري راسك مع الشركات اللي عندهم مثلا الشقق ولا ديور الكرا، اول حاجه كيتشيكيو لك هو هذا الكريديت سكور ديالك واش مزيان ولا ما مزيانش. هذه الاولى، يعني باغي تكري راسك نتايا، ما تحتاج واحد يضمنك، ما تحتاج شي واحد يدير لك غير كونترا كيما نقولوا بالنوار منك ليه. ما بغيتي تمشي تكري اي ولايه مشيتي ليها كتحتاج الكريديت سكور يكون عندك مزيان، غتكري راسك. مفهوم؟ هذه الاولى. الثانيه، بغيتي تشري شي طوموبيل، كانت عندك طوموبيل بغيتي تبدلها تشري شي وحده جديده ولا، وما عندكش الفلوس كاش اللي باش تشريها كاش، يعني غدير لها كريدي، خاص يكون عندك كريديت سكور مزيان. ما كانش عندك كريديت سكور مزيان ولا كاع ما كانش عندك كاع، غيطلعوا لك في ليزانتيري 100% وما غاديش يزعموا معاك في المونطو. فهمتوا دابا الاخوان؟ هذه الثانيه. الثالثه هو بغيتي ان شاء الله خدمتي هنايا وبغيتي تستقر، بغيتي تشري دارك وما عندكش عاوتاني الفلوس ديال الكاش اللي باش تشري الدار. راكم عارفين هنا الدار هضر من 100,000 دولار وانت طالع الفوق. فين هي 100,000 دولار باش تشري بها الدار؟ خصك تصبر واحد 30 عام تجمعها ولا شحال. المهم غتخدم نتايا على حسب الخدمه ديالك تجمعها باش تخلص كاش. وهذا الشيء بطبيعه الحال قليل اللي كيجمع الكاش باش يشري دارو كاش. انا غير عطيتكم مثال من 100,000 الفوق، اما راه كاين ديور ديال مليون دولار، 2 مليون دولار الى اخره. واش فهمتوا دابا الاخوان؟ انا عطيتكم غير ثلاثه ديال الحوايج، بارك عليكم الا فهمتي غير ان باش تشري خصك يكون عندك كريديت سكور، باش تشري طوموبيل، باش تشري دار، وعاد تزيد لي ترانزاكسيون وحده اخرين. يعني اي معامله ماليه هنا في امريكا كيطلبوا يكون عندك كريديت سكور مزيان. اذا هنايا الاخوان، اي واحد انا كنقول لك هو ماشي ضروري ماشي اجباري، ولكن ها هما الا كنتي انت ما عندكش الفلوس كاش باش غتشري طوموبيلتك او لا غتشري دارك او لا غتكري، ما عندك شي واحد اللي غادي يضمنك باش تكري ولا شي حاجه، فراه مضطر غيولي ديك الساعه الكريديت سكور مهم يكون عندك، يعني غيولي اجباري عندك. فهمتوا دابا الاخوان؟ وفي حاله الاخوان اللي بغى مثلا ما يديرش كاع هذا الكريديت كارد وما يبني لا كريديت سكور لا والو، شوف كيفاش غادي نهار غير يوقف مثلا على شي حاجه، راه غيلقى عنده غيطلبوا ليه غيقولوا ليه الكريديت سكور عندك ما كاينش كاع، ما طلعناش انت كاع في السيستم، ما غيبغيو لا يبيعوا لك دار لا، يعني البنكات لا يسلفوك لا يتعاملوا معك معامله ماليه لا حتى شي حاجه. بالتالي انت غضطر هذاك كاع السنوات اللي ضيعتي من قبل باش انك تبني الكريديت سكور ديالك غتولي تعاودوا ازيرو. خصك تسنى واحد المده على ما يطلع الكريديت سكور ديالك ويبان عندهم في السيستم وتولي معروف عندهم في السيستم الى اخره. فهمتوا دابا الاخوان الكريديت سكور شنو هو وعلاش هو مهم هنا في امريكا؟ وهنا غادي نعطي غير نصيحه اخويه، ما تكثروش عليكم الكريديت كارد بزاف، لان الا كثرتوا عليكم هما مستقبلا نهار مثلا تبغيت تشري دارك ولا شي حاجه، يعني الا كانوا عندك كريديت كارد مثلا واحد خمسه ولا وكان فيهم واحد المبالغ يعني 2000 دولار 2000 دولار 2000 دولار، وانت صرفتي منهم غير قل من 50% بخمسه فيهم، بخمسه بهم صرفتي قل من 50% فيهم، فبطبيعه الحال هنا مثلا كتمشي تشري الدار ولا شي حاجه، لي بونك كيقول لهذا السيد هذا يعني شو شحال من البنكه تاقت فيه وعطاته هاد لي كريدي هادو بخمسه، وهو راه ما صرفش يعني 100%، لا صرف غير 40% ولا، فاذا هذا نقدروا نزعموا معاه في واحد المونطون اللي يقدر يشري به دار في شي بلاصه مزيانه بواحد المبلغ مزيان. فهمتوا دابا الاخوان؟ يعني حتى هما راه كيعرفوا انه سيد يعني ثقه وثقوا فيه لي بونك، انتم راكم عارفين هذا الشيء ديال السيستم ديال لي بونك كيفاش كيخدموا. ولكن علاش سوسيتكم ما ديروش بزاف؟ لان غير كدير بزاف كتبقى تصرف منهم وما كتعرفش كيفاش تصرف. كاين بعض الاخوان اللي ما كيعرفوش هاد الحويجات هادو كيبقى يصرف حتى كيجيبها الماكسيموم. مثلا عندك كريديت كارد فيها 2000 دولار كيصرف 2000 دولار كامله، يعني
الماكسيموم. وهذا اخيب حاجه. هذا الشيء راه ما كتبنيش به الكريدي سكور هكاك، بالعكس راه كيزيد ينقص ولا كيبقى ستابل، ما كيتحركش كاع. اذا انت ديما عندك كريدي كارد فيها 1000 دولار، حاول ما تفوتش 50% فيها، ما تفوتش 50% في المصروف فيها، يعني صرف غير 500 دولار ولا 400 دولار احبس حتى تخلص داك الشيء، عاود ثاني بدا كتصرف. اما الا درتي فيها الماكسيموم راه ما كيبنيكش الكريديت سكور، وبالعكس كتكون وصلتي للماكسيموم. نهار مثلا تبغي تشري طوموبيل ولا غيلقاوك وصلتي للماكسيموم، ما يقدروش يزعموا معك في واحد المونطور اللي هو كبير. فهادو حويجات راه خصكم تنتبهوا ليهم، كاين بزاف ديال الاخوان ما كيتبعوش، كيلقاو راسهم مغرقين ها كريديات وما كيبنيوش السكور ديالهم وكيبقاو حاصلين. هادشي اللي كاين الاخوان. الا كان عندكم شي سؤال في هذا الاطار هذا، مرحبا، نحاولوا نساعدكم بداكشي اللي كنعرفوا بحول الله. يلا كمال يحييكم، تهلاو في راسكم، الله يسهل الامور على كل واحد وكل وحده.